السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مرة ثانية. بالتسجيل الأول ما استعرضت بعض الأمور اللي هي تخص الريموت كنترول مع الاتصال بأحد الأجهزة الخليوي، سواء كان الآيفون أو كان من أجهزة الأندرويد. أنا راح أستخدم واحد من أجهزة الأندرويد واللي هو ون بلس مع الكنترول. أولاً مثل ما قلت لكم، هذا أنا ركبت هذا الكيبل اللي هو من USB، العفو تايب سي. خلينا نفتح الكنترول وتلاحظون انه التايب سي هو هذا. فنجي نركب الون بلس راح يصير بهالطريقة هذه. بعد ذلك انه نرفع الاريل، طبعا لانه انا ما راح اطيرها هنا بالغرفة فما راح احتاج الاريل حاليا، بس راح نشغل. لما نريد نشغل الطائرة نضغط على الطائرة مرتين، اشتغلت، ثم نضغط على الريموت كنترول مرتين حتى يصير connecting. ننتظر شوية، اشتغل. هذه الطائرة مثل ما قلت لكم انه هواية عمليات نقدر نشوفها اللي موجودة في الريموت كنترول. على سبيل المثال هذه قوة البث اللي هنا، راح تجي هنا قوة الجي بي اس، يعني قوة الريموت كنترول اتصاله مع الطائرة. نسبة البطارية هنا تجينا 77% لحد الآن. نسبة بطارية نسبة بطارية الطائرة 78%. طبعا هنا السرعة، هنا الارتفاع، كلها موجودة هنا. وأيضا لما نجي للشاشة، شاشة الجهاز التليفون طبعا بيها كل العمليات هنا، وطبعا بالمقلوب هاي العمليات كلها موجودة هنا. نقدر نتحكم هنا طبعا بالشاشة، لأنه أنا لما أريد أحولها إلى الفول HD على سبيل المثال، إلى أريد أحولها إلى الـ 4K، كلها من هذه الشاشة التليفون وأقدر أتحكم بها. طبعا شاشة التليفون جدا ضرورية، ليش؟ لأنه إحنا خاصة إذا نريد نصور فنطير الطيارة ونصور لازم نشوف التصوير كله اللي موجود هنا، لازم نشوفه. طبعا يعطيك شاشتين، ممكن إنه أنت تستعرض هذه الشاشة اللي هي، إذا تلاحظون أنا راح أشيل الكاميرا، وهنا تلاحظون و هذه الشاشة. طبعا اطلع البلاوي اللي موجودة بالشقة، يلا مو مشكلة. لما اريد نشغل الطائرة نضغط، نلاحظ انه هذه العصا وهذه العصا بشكل مائل الى الداخل حتى نشغل الطائرة بهذا الشكل. اشتغلت الطائرة. طيب طبعا اذا اريد نطيرها طبعا نضغط امامنا، نضغط من الارتفاع، لكن انا حاليا ما راح اطيرها لانه بالغرفة حتى لا تلوصها. واذا اريد نطفيها ايضا نطفي الطائرة بنفس الطريقة. انطفت. ومثل ما قلت لكم هذه هنا مراجعة لبعض المعلومات. الطائرة تستطيع أن تصل إلى مدى 7 كيلومتر، هذا حسب الشركة. طبعا نطفيها ونطفي من الريموت، ديسكونكت، شت داون.
الطائرة ممكن أن تطير إلى مدى 7 كيلومتر متواصل ذهابا، 7 كيلومتر إيابا، وبشكل جدا طبيعي. لتشيك البطارية نضغط منها نشوف أنه البطارية تقريبا شبه مكتملة، هذا البطارية الثانية شبه فول تشارج. طبعا أيضا أريدت أقول لكم بأنه مدة الطيران من الشركة أيضا يقولون مدة الطيران 27 دقيقة، من 25 إلى 27 دقيقة. طبعا الأصدار الثاني يوصل إلى 30، يعني فارق 3 دقائق، وثلاث دقائق مقليلة يعني بالنسبة للطيران. 27 دقيقة متواصلة، فاللي يريد يستخدم هذه الطائرة ينتبه. طبعا بالإضافة لأنه أنت عندك 3 بطاريات أو ممكن واحد يأخذ 4 بطاريات، أنا ما أدري هذا سعة هذه البطارية تصل إلى ولا ما أدري إيش سعتها. المهم بطارية جدا حلوة جدا قوية، لكن ممكن أنه واحد يستخدم ويشتري أكثر من بطارية، ليش لا؟ أكثر من بطارية. هذه 3830 ملي أمبير، 3830 ملي أمبير، أعتقد أنه 3830 ملي أمبير جدا جدا عالية. فثلاث بطاريات ممكن إذا كل بطارية تعطيني 27 دقيقة بالتصوير، فأنا أقدر أسجل ما يقارب ساعة ونص تقريبا إلى أقل من ساعة ونص. ساعة ونص بطائرة الدرون جدا حلوة. طبعا الارتفاع أنا جربتها، ارتفاع جدا عالي، وإن شاء الله تعالى بأسرع وقت ممكن أنا راح أحصل على الإجازة في سبيل أن أستخدمها هنا. لكن مثل ما تعرفون أنه الشغلة خطرة هنا، يعني ممنوعة، لأنه هذه تعتبر شغلة لازم يحصل صاحب الدرون على إجازة، وإن شاء الله راح أحصلها. ما أدري بعد، ما أعتقد أنه أكو استعراض أكثر من هذا، وكل شيء موجود بهذه الطائرة إن شاء الله راح أشوفون تصوير أكثر وأكثر، لقطات تصير أحلى وأحلى. الريش موجودة، البروتكت موجودة، هذا الحماية لل ممكن طبعا نستخدم، على فكرة ممكن نستخدم هذا الحماية والطائرة، لكن من الأفضل أنه واحد يشيله، لكن ينتبه على الطائرة حتى لا توقع من عدة. بس أهم شيء مثل ما قلت أنه الجي بي أس تمكنوه بالبداية، التمكنون لما تمكنون الجي بي أس راح تسيطرون عليها، راح تعرفون أنه شلون من الإقلاع، شو وقت تسيطرون عليها، لما تصعد لما تنزل، حتى أنه لا توقع أو حتى أنه لا تضرب الحائط. ولربما هسه إذا مشكلة الريش مو مشكلة، عندنا ريش ثانية أو تقدر تشتري لها، بس لا صير أنه صار المشكلة مثلا بالكاميرا أو بالطائرة نفسها وتعطل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.